جدا. اتفضل اسمك ايه؟ اسمي محمد النوراش. ايوه يا محمد خليك ركز معايا. ايوه ايه بقى اللي انا شايف كده بعض الصور يعني بيتكلم عليها؟ هي ديت كان بيقول المجلس العسكري بيحتضن الثوره ولقيناه بيسجد الثوره فرسمناه ان هو حاطط مناوم للثوره عشان تسكت عشان يهمدها يعني وما محدش يطلب حاجه. بس هم يقدروا يغيروها.